رجعناكم مره تانية مشاهدينا الاعزاء ولسه مكملين مع حضراتكم. هي الحقيقه ان احنا اتكلمنا عن مرض السكر ده قبل كده، اتكلمنا عن الوقايه من مرض السكر، نقدر نعمل ايه عشان ما نصابش بمرض السكر. طيب في لاسباب كتير قوي ممكن ناس تكون اصيبت بمرض السكر، عشان مثلا عامل وراثي، عشان عامل تاني. طيب انا دلوقتي مريض سكر، ممكن مرض ده يا اما يدمرني تماما يا اما يكون صديق ليا. طبعا مفيش حاجه اسمها مرض يكون صديق ليا، لكن في مرض السكر بالاخص ممكن يكون صديق للانسان، يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي طول ما هو محافظ على نسبه السكر المظبوطه في الدم. طيب في اعراض جانبيه بقى لو انا ما حافظتش على نسبه السكر في الدم ولو المرض طبعا زاد معايا، ايه هي الاعراض الجانبيه؟ ممكن توصل لايه؟ هو ده اللي هنتكلم عليه النهارده. دلوقتي يمكن الحلقه النهارده مخصصه لمرضى السكر نفسهم، ازاي يقوا نفسهم من الاعراض الجانبيه اللي هي كتير جدا. هو ده اللي هنعرفه النهارده مع دكتوري الحقيقه اللي منورني وكان اول دكتور يشرفني في عسل ابيض، دكتور مجدي اسماعيل. كل سنه وانت طيب يا دكتور. كل سنه وانتم طيبين جميعا. انا لازم اقول لك كل سنه وانت طيب لان خلاص تقريبا سنه عدت من من تقريبا سنه، مظبوط سنه طبعًا. الا شهر. وانت يعني شرفتيني بان انا اكون اول واحد اجي البرنامج فقره طبيه الحقيقه. يعني ده شرف ليا يا دكتور، والحقيقه انت يعني زودتنا بمعلومات او زدتنا بمعلومات كتير قوي عن مرض السكر والوقايه منه. لكن انا عاوزه بقى اعدي المرحله دي لان خلاص في ناس عندهم مرض السكر ما يقدروش ان هم يقولوا يا ريتني كنت عملت، ويا ريتني كنت عملت نوع من انواع الوقايه، لان ده ممكن يرجع لاسباب وراثيه كمان. ايوه. مريض السكر الاعراض الجانبيه اللي بتيجي مع مرض السكر اعراض جامده جدا، منها التهاب في الاعصاب الطرفيه، منها مشاكل في شبكه العين، منها مشاكل، ده يمكن الحاجات الكبيره اللي انا بقول عليها، ومشاكل صغيره. ازاي اقي نفسي من الاعراض الجانبيه التابعه لمرض السكر؟ والله شوفي حضرتك، زي ما حضرتك تفضلتي كده في الاول ان هو يجب ان احنا فعلا نبقى اصدقاء لمرض السكر. طبعا الناس لما تسمعني يقول لك اصدقاء ايه ده، تعبنا وهلكنا طبعا. لكن هو لو احنا صاحبناه شويه هيبقى يعني ظريف معانا، انما لو احنا برضو ما خدناش بالنا قوي قوي من ارتفاع نسبه السكر في الدم فهيعمل لنا مشاكل جامده. المشكله في السكر حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه هي ارتفاع نسبه السكر في الدم، فده بيأثر على كل الجسم. نمره اتنين طول مده مرض السكر. يعني ساعات يبقى ناس بتبقى محافظه جدا على السكر وتلاقي الهيموجلوبين السكري بتاعها ممتاز وهايل وكل حاجه، لكن برضه هتلاقي عندهم مضاعفات لمرض السكر من طول الفتره بتاعه مرض السكر، الاصابه بالمرض نفسه. فالاثار الجانبيه لمرض السكر يعني بتختلف من السكر من النوع الاول لبرضه السكر من النوع الثاني. فالسكر من النوع الاول اللي بيجي غالبا في الاطفال وفي عند سن البلوغ 16 و17 سنه، واحنا لقينا برضو ان هو بيحصل في الاطفال السكر من النوع الثاني دلوقتي من الجانك فود طبعا والسمنه والحاجات دي، ودي بقى يعني المفروض اتكلم فيها بس انت يعني عامله مجهود جامد، انما خليك يا دكتور شكرا اكتر اكيد طبعا، وده اللي بنحاول نعمله دايما في عسل ابيض، توعيه على قد ما نقدر، لان اول ما الطفل بيصاب الاهالي ما بيبقوش مدركين قد ايه خطر جدا ان انت بتدي لابنك او بنتك لفتره طويله جدا اكل غير صحي، ومش متخيل ان هو لو اصيب بمرض السكر ممكن يحصل فيه ايه. والله هو في الاول عندك انسولين وعندك مشاكل، والولد ما بيركز وتعبان، وممكن يجي له يعني حاجات كتير قوي هم مش متخيلينها يا دكتور. ايوه هو في الاول بيحصل زي شك جامد جدا، وتلاقي ان هو متابعه مع الطبيب كويسه قوي ومع التغذيه كويسه قوي وبتاع لفتره معينه، وبعدين تبتدي الامور تتلخبط لان بيحصل حاله من الزهق. فالاثار الجانبيه الاول بتاعه مرض السكر اللي هو من النوع الاول بتبقى اهم حاجه في العلاج، اللي هو طبعا العلاج الاساسي هو الانسولين. لو هو احنا خدنا جرعه الانسولين بجرعه كبيره، او خدنا الانسولين من غير ما ناكل، هيحصل نقص السكر. نقص السكر مضاعفاته اكتر كتير جدا من زياده السكر. وعلى فكرة نقص السكر ما بيحصلش غير حاجة وقتية، يعني أنا النهاردة لما يحصل لي نقص السكر أبتدي أترعش، يبقى وشي ده مبيض، أبقى عندي هبوط شديد جدا تصل إلى حد أن أنا ممكن أقع من هذا الهبوط الجامد،
ممكن يحصل لي تشنجات. عشان كده احنا دايما لما بنيجي في الاطفال اللي عندهم مرض السكر بالليل دايما نقيس السكر قبل ما ينام، لو لقينا السكر اقل من 60 ضروري ان احنا نرفع السكر. فالام تقول لي طب ما انا دلوقتي رفعت السكر هيبقى سكره مرتفع، يرتفع. انما لو حصل له نقص سكر، الحاجه الوحيده اللي بتغذي خلايا المخ والمخ هو السكر. فلو حصل نقص سكر شديد، وعلى فكره انا شفت مثلا نقص سكر يصل الى 10، نهار ابيض، حاجه رهيبه جدا. فلو حصل كده هيحصل مشاكل في المخ، ممكن ده يؤدي يحصل ضمور كمان. ممكن بقى يحصل ضمور، ممكن يحصل مشاكل عصبيه جامده جدا، ممكن يصل الى حد الوفاه. بيحصل تليفات، خلاص الخلايا بتموت، ما هي مش متغذيه. لان فاحنا لو لقينا ان في نقص سكر شديد، معايا جهاز احلل، معيش جهاز يبقى ادي سكر. طب افرض تقول لي افرض ان ده زياده سكر، مش مشكله، هعرف اعالجه. لكن نقص سكر هيبقى مشكله كبيره جدا. فبالتالي مهم جدا بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار ان هم ياكلوا بطريقه منتظمه ويقيسوا السكر. ومهم جدا قبل الانسولين لازم ياخدوا اكل، لازم ياكلوا اكل. وقبل الرياضه لازم طبعا، يعني الولاد اللي بيلعبوا رياضه اللي عندهم سكر ضروري ان احنا اولا لو احنا بنلعب مثلا برجلينا اكتر، بنجري على تريد ميل او حاجه، ما ناخدش الابره في الفخذ مثلا، يبقى ناخدها فوق. نمرة 2، ناخد اي حاجة سكرية قبل اللعب او في نص اللعب او بعد اللعب. فاكهة هي ابسط حاجة ممكن تتاخد، بس فاكهة يفضل فاكهة مع شوية بروتين برضو يا دكتور، زي فاكهة مع زبادي، لان انا عارفة ان مرضى السكر يفضل ان احنا نعمل ميكس ما بين الاتنين، شوية بروتين زي زبادي وفاكهة عشان تتهضم. دي حاجة مهمة. بس وانت في بعض البرامج نوهتي على ان موضوع الفاكهه ده ما يبقاش اوبن بوفيه. طبعا، لان في ناس تقول لك انا بعمل رجيم بالفاكهه. لا لا، انا يعني السكر بالفاكهه، لا مش الموضوع مش كده، يعني الفاكهه تبقى معقوله هداوه. لكن في نقص السكر ممكن ناخد ان احنا ناخد عصير مثلا فريش، هيبقى اسرع في الامتصاص طبعا وبتاع. فده يبقى حاجه سكره بيبقى اعلى كمان. انت النهارده برتقانه بتاكلها، لكن بتعصر 4 برتقانات عشان تاخد عصير. موضوع نقص السكر ده برضو في الكبار طبعا، اللي بياخدوا قراص مثلا، ممكن قوي يخلوا بالهم ان هم مثلا ما يناموش من غير ما يتعشوا. اذا كان هياخد دواء بالليل ضروري يتعشى او ياخد حاجه سناك بسيطة عشان خاطر ما يقلش السكر أثناء النوم. نسبة السكر مشكلة جدا، إن السكر يقل أثناء النوم، الطفل نايم ومامته نايمة وباباه نايم والسكر ينقص بالليل، محدش يحس بيه، تبقى مشكلة كبيرة قوي. ويفضل طبعا ان هم ما ياخدوش حلويات كتير بالليل، لأن الحلويات هترفع نسبة السكر مرة واحدة في الدم وبعدين تنزل تاني بكل بساطة. طبعا موضوع الحلويات ده طبعا اكيد ان هم يعني المفروض يعني المفروض ان هم ياخدوا بالهم منه. طب انا ارجع بس افكر مشاهدينا، لو اي حد من حضراتكم حابب ان هو يسالنا سؤال هيتصل بالارقام اللي موجوده حالا على الشاشه او هيبعت لنا على رقم الاس ام اس. طب يا دكتور، ده بالنسبه لنقص السكر ممكن يؤدي لكوما، ممكن يؤدي ده من ضمن المضاعفات الشديده طبعا، التشنجات وكمان اختلال في خلايا المخ، وممكن يؤدي لموت خلايا المخ ولا قدر الله الوفاه. الحاجة التانية بقى اللي هو قصر القامة والبلوغ المتأخر في البنات والصبيان والأسر، ده تمام. نتيجة برضو من ضمن مضاعفات مرض السكر، لأن ما بيبقاش فيه يعني الطاقة اللي هي ممكن، والهرمونات طبعا متأثرة بمرض السكر، فيبقى فيه مشاكل جامدة جدا. يعني الخلايا ما بتاخدش الغذاء المظبوط ليها عشان تنمو بطريقة مظبوطة، فده يؤدي لقصر قامة ويؤدي لمشاكل تانية. بيحصل كمان نقص في هرمونات الغدة الدرقية، لأن الأجسام المضادة اللي هي بتعمل مرض السكر، بتكسر الخلايا البنكرياس، ممكن قوي تعمل كده في الغدة الدرقية. فعلا يعني خلايا تطلع تقتل في خلايا تانية، ده اللي بيسموه الانتي بوديز او طبعا الحاجات اللي هي مضاده. من ضمن برضو المضاعفات الجامده قوي في الاطفال وفي الكبار حاجه اسمها السيلياك ديزيز، اللي هو حساسيه القمح. يعني لما ناخد عيش مثلا فيه قمح، دقيق القمح، ممكن قوي الجسم يحصل له حساسيه منه.
ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه حاجات كتير جدا، ينتج عنه قصار قامه، ينتج عنه انيميا جامده، ينتج عنه تشنجات ومشاكل في الـ في الـ في المخ. فالتحاليل اللي احنا بنعملها دايما كل سنه مثلا الغده الدرقيه والاجسام المضاده بتاعه القمح اللي هو احنا بنسميه مرض سيليك. ده بالنسبه للنوع الاول من مرض السكر. بالنسبة للنوع الثاني مرض السكر من الأمراض أو السكر من الأمراض المهمة جدا اللي هي بتأثر على الشرايين. فزي ما حضرتك قلتي كده بيأثر على العين، بيأثر على القلب، بيأثر على الأعصاب الطرفية، بيأثر على الكلى، بيأثر على الشبكية. فكل ده منظومة كاملة. كاملة. هقف عند النقطة دي عشان أم سامح ما تزعلش مني. يا أم سامح مساء الخير. مساء الفل. إزاي حضرتك؟ مساء النور يا حبيبتي. ازاي؟ الحمد لله انا كويسه. اتفضلي يا فندم. بعد اذن حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاك. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضلي. ليه بس كده؟ يا ريت ترجعي تتصلي بينا مره تانية يا ام سامح، ونعتذر جدا على قطع الاتصال. نرجع لنوع السكر التاني والاعراض الجانبيه اللي بتحصل بقى. بيأثر على الشرايين. ممكن يأثر على الشرايين الكبيره وممكن يأثر على شرايين رفيعه. ممكن يأثر على الشرايين التاجيه يا دكتور اللي هي فوق القلب. الشرايين الكبيره بقى دي اهم حاجه هي الشرايين التاجيه. دي بتغذي القلب. بتغذي القلب. وانت تجدي كتير جدا جدا مرضى السكر عندهم صح مشكله في القلب. يقول لك الكوليسترول والضغط والسكر والقلب متصلين هم ببعض. هتلاقي عندهم كوليسترول عالي جدا اذا كان السكر مش منتظم، الاكل مش منتظم وعمال ياكل عادي خالص مفيش مشكله، هتلاقي الكوليسترول الدهون الثلاثيه والدهون الضاره كلها عاليه، ودي بتاثر على شرايين القلب الكبير. سدها. يبقى من الحاجات المهمه قوي. وبعدين لو واحد بقى وهو عنده سكر بياخد اقراص مثلا وسكره عالي وبعدين جاله القلب، يبقى دي من ضمن المضاعفات الكبيره بتاعت مرض السكر. يبقى انا ضروري انقل من الدواء اللي هو الاقراص الى دواء زي الانسولين مثلا او الادويه الجديده اللي احنا برضو اتكلمنا عليها برضو من فتره اللي هي بتنشط البنكرياس وبتعمل حاجات زي كده. يبقى ضروري اظبط السكر. طبعا. ضروري اظبط السكر. طب انا عاوز اسال حضرتك سؤال يمكن بس عشان المشاهدين يكونوا متابعين معانا، لان انا دايما بحاول ابسط العلاج والامراض بطريقه مبسطه عشان الناس تفهم. الكوليسترول عباره عن شوائب زي انا ببسطها يعني ماسوره اللي هي الشرايين، بيفضل يسد الماسوره دي لغايه ما الماسوره دي تتسد خالص، فبالتالي مفيش دم يقدر يوصل من الاعضاء او من القلب للاعضاء والعكس. الكوليسترول بيعمل ايه؟ بيعمل تهتك للجدار نفسه ولا بيعمل ايه؟ الكوليسترول، انا اسفه، السكر بيعمل ايه؟ السكر هو اللي بيعمل تهتك للشرايين. ايوه هو ده اللي انا عاوز اوصله للمشاهدين. السكر بيعمل فعلا تهتك للشرايين. تهتك للشرايين، بالتالي ما تقدرش تستحمل ضغط الدم او الدم وهو رايح وجاي عشان يقدر يغذي الاعضاء الثانيه. انا بس عاوز اوصل للنقطه دي. الكوليسترول بقى هو اللي بيسد الشريان. من عارفه بيفضل يسد الماسوره نفسها، يفضل يكون لغايه لما ما فيش دم بقى ده يقدر يتسد. وهتبص تلاقي الشريان ماشي كويس وبعدين جاي في حته ضيق وبعدين يرجع يوسع تاني. سبحان الله بقى بيحصل ايه؟ عشان الناس برضو ما تتخضش قوي من قصه ان يعني كله بيجري ساعه ما يحصل مشاكل والم وبتاع، الم في صدره. وعلى فكره الالم اللي في الصدر ده مش الم هنا، مش الم في القلب، بس مش هقول لكم فين عشان ما لا لازم عشان يا دكتور قول لنا. لا ازاي قول لنا، عاوزين نعرف. انت عارفه اول ما هقول هتبص لي بقى بعد شويه اقول لك الالم هنا. هو الالم بيبقى في نص القفص الصدري بالظبط، وبيسمع في الدراع الشمال، لان هو القلب في النص اصلا، بس هو واخد ناحيه بس زياده ناحيه تانية بس مش اكتر. ف لو الواحد حس بهذا الالم في النص وبيسمع في الدراع الشمال ما يتهونش، ما يتهونش في ساعتها. يعني مش يقول بكره انا هبقى اروح بقى للدكتور. لو الالم هو جامد هيخليه ينزله طبعا، يروح اقرب مستشفى ولا حاجه، هيعمل رسم قلب وهيقدروا يعرفوا هل في جلطه ولا ما فيش ويقدروا يعالجوه. من الحاجات اللي ربنا سبحان الله بيعملها الحته الضيقه دي
بتطلع حاجه اسمها كولاترالز، شبكه من الشرايين قبل وبعد الانسداد تبتدي تتكون. يقوم الدم يجي يعدي يلاقي الحته المسدوده دي، يدخل في الشبكه اللي ربنا عملها جديده بعد الانسداد، سبحان الله، وتعدي هذا الدم. طب ما معنى كده ان الانسداد لو فضل يزيد الشبكه دي مش هتنفع، صح ولا لا؟ هو 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 الشبكه دي بتوصل الدم من هنا لهنا، يعني بتعدي الحته المسدوده. انما لو هي مش جامده مش كتير هيحس بالانسداد ده. طيب السكر بيعمل تهتك للشرايين دي، فبالتالي ده بيسبب امراض جسيمه. بالنسبه للعين بقى، اللي انا اعرفه ان العين برضو بيحصل لها تهتك في الشبكيه بسبب السكر. امتى المريض، مش هقول امتى، هو من الاول خالص المفروض ان هو ياخد باله من اكله ومن سكره والحاجات دي كلها، بس امتى اقي نفسي واقول لا هنا انا سكري عالي، انا حياتي مش متظبطه، انا لازم اتجه لحاجه او لعلاج معين جنب الانسولين يحافظ لي على مستوى السكر؟ لما يحصل حاجه مشكله مثلا في النظر يبتدي ما يشوفش، ايه اللي بيحصل بالظبط ده؟ لو هو حصل حاجه في اكتر حاجه بتحصل مشكله في العين، ان ممكن الواحد يشوف الحاجه اتنين، ده نتيجه برضو لمشاكل في الاوعيه الدمويه اللي هي بتغذي العين. يعني يبتدي على طول يقول لك انا فجاه كده بشوف الحاجه اتنين، او في دبانه زي حاسس بيها موجوده، او ان هو يحس ان النظر نفسه ابتدى يقل. لما النظر يبتدي يقل او يروح خالص في وقت معين من الاوقات، يروح مره واحده رايح، ده معناه مشكله على طول في الشبكيه. فمفيش بقى يعني ان لو هو حصل حاجه زي كده، برضو دي حاجه من حاجات الطوارئ، يعني ضروري ان احنا نسرع، ان احنا نمره واحد هنروح لدكتور العينين طبعا عشان يفحص الموضوع ويشوفه، وهو دكتور العينين نفسه هيبعتك لدكتور السكر يقول لك اجري ظبط لي السكر وتعالى، لان انا محتاج ان انا اعمل لك عمليه سريعه جدا، او ان انا بحقن مواد معينه في الشبكيه عشان ما يحصلش المشكله دي. تهتك ليها. طيب التهاب الاعصاب الطرفيه، دايما يقول لك انا ايديا ورجليا وحاسس ان انا مش قادر اقف ولا قادر امسك اي حاجه، ده برضو بسبب من اسباب الكبيره هو السكر، مظبوط؟ طبعا، وبرضو هي اوعيه دمويه اللي بتغذي الاعصاب. وعلى فكره موضوع الاعصاب مش هو الاعصاب الطرفيه بس، يعني في حاجه اسمها الاوتونوميك سيستم، ده الاعصاب المركزيه. لو حصل بقى مشكله في الاعصاب في السكر، هيحصل مشكله في الاعصاب الطرفيه، احس بتنميل في رجليا، احس ان انا دايس زي ما اكون دايس على قطن، احس بالم شديد ممكن يحصل. في ناس ما تعرفش تنام بالليل بسبب موضوع الالم. لا يمكن تنام من كتر الالم. هل دي تقدر تتظبط؟ يعني انا النهارده، انا عارفه طبعا ان ناس كتير قوي هتقول لي احنا حاسين بالحاجات دي كلها، بس خلاص احنا يعني عدت المرحله في ان احنا نظبط السكر بتاعنا، او ان احنا ناخد خطوه، يعني الوقايه خير من العلاج، فخلاص هم ما وقوش نفسهم، او ما كانش في وقايه من ان الانسولين نسبته تزيد زياده عن اللزوم. هل بعد ما يحصل كل ده يبقى في التهاب في الاعصاب الطرفيه؟ شوفي حضرتك، هي المشكله عندنا ايه؟ المشكله عندنا ان احنا ما بنحاولش ان احنا بقى نعالج القصه. يعني لما بيحصل حاجه خلاص انا باخد اقراص هكمل على الاقراص. ما هي دي المشكله فعلا. انا عايز اقول ان هو يعني كل يوم، على فكره كل يوم في جديد، مفيش حاجه، العلم مش واقف خالص. يعني اقدر الحق نفسي من الاخر يعني يا دكتور ولا لا؟ طبعا، هي دي الفكره، ده اللي انا عاوز اوصله للناس، بس انه حتى لو المشاكل دي كلها حصلت لك، انت تقدر تلحق نفسك بان انت برضو تظبط السكر بتاعك. انا في ناس بتيجي تقول لي انا باخد انسولين والانسولين مش نافع. طب ما هو الانسولين مش نافع ده، انت بتاخد انسولين كم مره في اليوم؟ بتاخد ايه نوع الانسولين اللي انت بتاخده؟ النهارده لسه بقول لحضرتك من شويه ان هيبقى في انسولين يقعد 48 ساعه وهيبقى موجود في مصر خلال شهور. حاجة هايلة طبعا، ان بدل ما اقعد اتشكشك هاخد حاجة هايلة كويسة. هيبقى في ان شاء الله قريب جدا وياك نلحقه باذن الله الاورال انسولين، الانسولين بالفم اللي هو بالفم، وكان ده
ما بينفعش خالص، لان كان الاحماض بتاعه المعده بتكسره. النهارده اتكلمنا في حلقات سابقه على دواء بيعمل حاجات بيعالج السكر، بيعالج السكر فعلا. وفي ناس كتير قوي قوي شارت الاقراص اللي كانت بتاخدها، واللي كان بياخد 3 حقن انسولين بقى بياخد حقنتين او حقنه. بينشط فعلا، بينشط البنكرياس وبيعالج السمنه في نفس الوقت. فاللي بيبقى بياخد انسولين وبيدخن من الانسولين ده بيبقى معاه. بس ده برضو يعني احنا كنا لسه بنتكلم ان احنا ما بنقولش اسمه التجاري، لان انا بخاف ان المريض السكر ياخد هذا الدواء لوحده لانه هو ممكن ينقصه السكر. طيب انا عايز اسالك سؤال يا دكتور. دلوقتي انا ابني او بنتي عندهم سكر، يعني يا رب يحمي كل الولاد طبعا والاطفال. انا كأم لو انا زودت لهم الفاست فود والحلويات، بما انه هو دايما يعني الاطفال كلها بتحب الحلويات والحاجات دي كلها، عايزك تقول بالنسبه للاطفال بالاخص ايه الاعراض الجانبيه. احنا اتكلمنا عن قله السكر والسكر لو زاد قبل النوم، ايه هي الاعراض الجانبيه البسيطه اللي ممكن تحصل للاطفال؟ يمكن التهاب الاعصاب الطرفيه والجلطات، انا اسفه، الشرايين، تهتك الشرايين والحاجات دي ممكن تحصل للكبار، بس هل ممكن تحصل للصغيرين كمان؟ تحصل طبعا، بس مع طول الفترة، مع طول فترة السكر ومع عدم انتظام السكر، كل الأعراض الجانبية اللي بتحصل للكبار بتحصل في الأطفال. بس في حاجات في الأطفال ما تحصلش للكبار. زي إيه؟ زي اللي احنا قلناه، اللي هو مثلا قصر القامة، البلوغ المتأخر، الكلام ده كله. برضو نقص السكر أكتر في الأطفال عن الكبار، لأنه بيستعملوا الإنسولين. هل ممكن يحصل لهم مشاكل في النظر برضو؟ طبعا بيحصل لهم مشاكل في النظر كتير. كتير بيحصل لهم مشاكل في الجهاز المركزي بتاع الاعصاب. ممكن يبقى عنده اسهال، ممكن يبقى عنده امساك. دي حاجات مهمه جدا. وبعدين هو الطفل ده ما هو هيكبر، هيتجوز، لو في مشاكل في مضاعفات السكر، يحصل له مشاكل في الشرايين، فيبقى في العلاقه الجنسيه والحاجات دي تبقى فيها مشكله. وده بتهم الولاد طبعا في سن الشباب 16 سنه و17 سنه، ان يحصل لهم مشكله من السكر في موضوع زي كده، فبيضايقهم جدا. وده على فكره بيحصل برضو في الاناث طبعا. يعني بيبقى في جفاف جدا في الاعضاء الجنسيه، وبالتالي ما بيبقاش فيه يعني علاقة جنسية سليم. طب احنا معانا هبة على التليفون. يا هبة مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ الو مساء النور. ممكن تعالي صوتك شوية صغيرين يا هبة؟ لو سمحت انا كنت عايزة اسأل الدكتور. اتفضلي، بس علي صوتك بس سنة صغيرة. ماشي. بس يا دكتور، هي والدتي بتاخد نوفونورم 1 جرام، وبس على طول السكر عندها عالي. يعني ممكن انا لسه من شويه اديت لها البرشام ولقيت عندها السكر عالي، لقيته 300 وحاجه. طيب يعني هي بتاخد الدواء بس لسه السكر عالي. مش عارفه الدواء اللي بتاخده ده بتاخده مره واحده في اليوم. هبه، انت سمعتي الدكتور بيقول لك هل الدواء ده بتاخده مره واحده في اليوم؟ بتاخده قبل الفطار. قبل الفطار. طيب الهيموجلوبين السكري بتعمله؟ غالبا السكر التراكمي؟ لا بتعملوش. بتعملش حاجه؟ لا. ضغطها عالي؟ هبه انت لسه معايا؟ انا مش عارفه عندها ضغط ولا لا. تمام. الدكتور بيقول لك هل ضغطها عالي؟ ما انا مش عارفه هي عندها ضغط ولا لا. طيب مشكوره جدا يا هبه على اتصالك، والدكتور هيرد عليكي حالا. طيب هي ردت، انت كده هي ردت على نفسها صح يا دكتور ولا انا متهيألي؟ لا، هي شكلها محبط قوي كمان. يعني مش قادره. احنا عندنا دقيقتين يا دكتور للاسف، فممكن طيب نرد على هبه في الدقيقتين دولت. المهم ان احنا بنعمل حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري او السكر التراكمي كل 3 شهور. بنعمل الكوليسترول والدهون الثلاثيه، بنعمل حاجه اسمها الزلال الميكروسكوبي مايكرو البومينوريا عشان نعرف بالظبط في تاثير من السكر على الكلى ولا لا. ضروري طبعا تغير الدواء الى يا اما ادويه بالاقراص اقوى من كده، يا اما ناخد نغير على انسولين، يا اما ناخد الدواء الجديد اللي انا قلت عليه، يا اما
يعني في الاخر خالص المنظومه ان احنا نوصل ان السكر والهيموجلوبين السكري يبقى اقل من 7، لو وصل لستة او ستة ونص كل 3 شهور يبقى كويس، تحلل السكر كذا مره في اليوم وتقول لنا اخبار التحاليل ايه واحنا نقول لها تعملي ايه، ضروري تبقى متابعه مع طبيب وتشوف الاخبار ايه. طيب يا دكتور، هي ممكن تكون بتاخد الدواء وبعدين بتفطر يعني فطار محترم وبعدين بقيه اليوم تكون بتاكل مثلا اي كلام او ما بتاكلش خالص؟ لا، ممكن تكون بتاكل برضه، بس يعني الاكل اللي هي بتاكله ممكن يكون غير صحي ليها. مظبوط، فبالتالي هو ده اللي ممكن يعلي السكر عندها. هيعلي السكر طبعا، ما هي بتاخد قرص وحاجه بسيطه قوي وهتاخده الصبح، هينزل لها سكر شويه الصبح. طب فين الغداء وفين العشاء؟ فيه مفيش. انا بس عاوز اقول نصيحه لكل المشاهدين، انا بعتذر طبعا ان انا اخد من وقت حضرتك، بس يعني اقول لكم نصيحه بما اني يعني دارسه في التغذيه شويه. مريض السكر لازم ياكل على الاقل 6 مرات في اليوم، لازم كل 2-3 ساعات يا دكتور. الناس بتاخد بتقول كل ده حكله مش هتتخن، بس هي كل 2-3 ساعات، لان كل 2-3 ساعات ما ينفعش نسبه السكر تنزل في الدم، لازم تفضل منتظمه. كل 2-3 ساعات ممكن اخد وجبه صغيره جدا، بس اخدها الوجبات الاساسيه، ما ينفعش اعتمد على فاكهه بس، لان الفاكهه برضو لما بتزيد بترفع مستوى السكر وبتنزله مره واحده. ما هم بيعملوا كده، ما هي دي الفكره. الوجبه اللي في النص دي بتبقى اغلبها فاكهه، مع اننا عندنا خضروات كويسه جدا، عندنا خضار وعندنا بروتين وعندنا الزبادي وعندنا الشوفان، والحاجات دي كلها بتظبط نسبه السكر في الدم. الفكره كلها كمان يا دكتور ان الناس تقول لك ايه، اصل انا الدكتور مثلا يقول لهم انتوا لازم تخسوا، مرضى سكر لازم يخسوا. طب ما انت لما تخس، انت فاكر لو انت اتعشيت فاكهه ان ده هيخسسك؟ العكس تماما، الفاكهه مش عشاء. انا مع كل احترامي الشديد لكل دكاتره التغذيه، الفاكهه مش عشاء، الفاكهه كلها سكريات. وحضرتك جبتي من الاخر اهو بالظبط. هو المشكله مش في الناس والله، يعني يعني في ناس بتضر المرضى بافكار يعني. طب انت جرب خد فاكهه وقيس لنفسك السكر بالظبط، وتعلم، اقرا، افتح الانترنت، افتحي كتاب، اقري ايه الكويس ليا كمريض سكر، اقدر اكل ايه، ما اكلش ايه، الحاجات دي مهمه قوي. وبعدين الاعتماد على الانسولين ده من اكبر الاخطاء اللي انا بشوفها حتى للناس اللي بتجيلي او الكلاينتس اللي بيجولي، يقول لك انا باخد انسولين فخلاص الموضوع انتهى. لا خالص، هو ده مش الانقاذ، ده مش الماجيك بيل. او لا لا، لو يجي يقول لك الانسولين مش نافع، مفيش انسولين في الدنيا، مش هينفع. بس انت خد انسولين مظبوط، وخده بجرعات مظبوطه وفي اوقات كذا كذا مره في اليوم، طبعا هيبقى تمام. المشكله برضو المشكله في الافكار الطبيه. الحقيقه الناس مظلومه، يعني انا بحس القصه دي. لسه كان عندي حد بيقول لي، انا رحت للدكتور قال لي ان جروس هرمون نمو ما يتاخدش اكتر من سن 12 سنه، لغايه 80 سنه بندي جروس هرمون. لو واحد عنده نقص في هرمون النمو مش هيطول، خلاص عظمه قفل ومش هيطول، ولو ان يعني بيطوله برضه، ضروره اديله هرمون النمو طبعا. فبلاش يعني لو انا ما عنديش المعلومات المظبوطه مفيش ده مانع ابدا. اذا كنت انا كنت بقول لحضرتك انا بستفيد من البرنامج بتاعك، لما بيجي اي طبيب، ده شرف ليا والله، اي طبيب بيجي وبيقول كلمه مفيده بستفيد منها. انا حقيقة انا عجزت وبتاع، انما بس شباب يا دكتور ما ينفعش الكلام ده. انما 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 برضه يعني بلاش اقول للناس معلومه انا مش واثق منها. صح، انا مش واثق. اكيد ده اكيد مهم جدا طبعا احنا نشرب ميه، عشان الناس برضه احنا دايما بنتكلم على الاكل ونسيب الميه. الميه من اهم الحاجات اللي بتوصل الغذاء وبتوصل السكر ده للدم بطريقه مظبوطه، فده يمكن حاجه بس حبيت اضيفها. بس مش بشراهه قوي طبعا، لان انا قلت لحضرتك مره ان هو بيحصل يعني ما اخدش ميه وما اخدش معاها ملح. يعني حاجات برضو فيها صوديوم، فيها صوديوم. لان زي ما حضرتك بتقولي كده، لو انا خدت بعمل مثلا 2-3 لتر ميه هيعملوا لي ايه في الصوديوم؟ هيخلوا فيه هايبوناتريم. يوم الميه تروح من الدم الى المخ. ممكن يحصل ساعات بقى في امراض معينه بيحصل فيها هايبوناتريميا، يحصل تشنجات طبعا. فاما نيجي نشرب ميه ضروري نعوضها بالصوديوم. بس احنا عندنا يمكن الاملاح كمان موجوده في الاكل، الناس فاكره ان املاحها يبقى احط ملح على الاكل. هي الاملاح موجوده في الاكل بشكل عام، بس يمكن موجوده بنسب بسيطه. احنا عندنا مشكلتنا كمصريين يعني نحب دايما نحط ملح وفلفل على الاكل على قد ما نقدر. ده خطر طبعا في حد ذاته، ولا كتر الملح ولا كتر الميه. الفكره كلها في الاعتدال. صح، الاعتدال في اي حاجه في الدنيا. وبعدين اسمع جسمك محتاج ايه. لو سمعت جسمك محتاج ايه،
عاوز اقول ان انت انقذت نفسك من حاجات كتير قوي، بس لو جسمك وداك لحاجه حلوه فانت اخترت شوكولاته او اخترت بونبون او اخترت مثلا حلويات شرقيه، غلط. جسمك محتاج سكريات، روح للفاكهه، روح للشوفان، روح للحاجات اللي هي الصحيه. احنا لو ربطنا ده بده، وده اللي انا دايما اقوله، احنا انقذنا نفسنا من كل الامراض يا دكتور. ولو زودنا الملح الضغط هيعلى طبعا طبعا، يعني أكيد. ما تقللش الملح ضغطك يا طب، ما تزودش الملح ضغطك يعلى. الاعتدال في كل حاجه. اه الاعتدال بالظبط في كل حاجه. يعني انا بنبسط قوي من حكايه الميه، ان الواحد يزود الميه، بس في ناس تقول لك طب انا عاوز بقى 5-6 لتر ميه. يعني اعتدال. لو عمل كده يبقى جبار، هيفضل قاعد في الحمام طول اليوم يا دكتور. ودي يمكن حاجه من الحاجات مش هيمشي. حاجه من الحاجات اللي الناس تقولها لي دايما، تقول لي احنا انت قلت لنا نشرب ميه كتير، احنا مش عارفين حتى نقعد في ميتنج، يعني مش عارفين نقعد، لازم كل شويه نروح الحمام رايح جاي. انت هتقدر انت تتعود على نسبه الميه بس بعد فتره طويله، بس زي ما الدكتور قال، ولا زياده قوي ولا ناقص قوي. بس انت بالميه بتغسلي الكلى فعلا. طبعا بتغسلي الكلى وبتنزلي بقى الاملاح اللي هم مش عارفينها. بالظبط. اليوريك اسيد والحاجات بالزبط. دي كلها بتقل. بالظبط. لازم نتكلم اكيد عن موضوع اليوريك اسيد ده ان شاء الله مره تانية يا دكتور. شرفتني ونورتني الحقيقه النهارده. وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيبين، وتفضل دايما كل سنه كده معانا ومنورنا في عسل. ميرسي قوي قوي، الف الف شكر.